نحن فريق سيريا نايونز من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ونحمسنا لسوريا في أولمبياد الروبوت العالمي 2017 المقام بكوستاريكا. فريق مكون من نزار فليوم سنة خامسة هندسة ميكاترونيكس، عوض حلاوة سنة خامسة هندسة نظم إلكترونية، ويامن حداد سنة خامسة اختصاص نظم معلوماتية. المهمة هي السنة هي عبارة عن لعبة تيتريس معروفة بس عن طريق الروبوتات. بداية المهمة بيكون في عنا القطع موزعة على خطين، هاي القطع مميزة بألوانها. مهمة الروبوت هي انه يجمع هاي القطع، يتعرف عليها ويحطها بالستاك ليشكل اكبر عدد من السطور، ويرجع للقاعدة الرئيسية خلال زمن هو عبارة عن 3 دقائق. لنحقق هاي المهمة نحن بنينا روبوت عبارة عن قاعدة وثلاث أزرع. القاعدة مكونة من 4 محركات DC مع 4 دواليب أمنية بتأمن 3 درجات حرارية على المستوي، هن الانسحابين ودوران، بالإضافة لأزرع هي عبارة عن ميكانيزمات من نوع 4 بار. كل زراعة منهم تحمل قطعة نتعرف عليها عن طريق اللون، ونحطها بحيث نشكل أكبر عدد من السطور ونرجع على القاعدة الرئيسية. وهلأ رح نفرجيكم ديمو للمسابقة.